بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استلام أعمال تركيب السيراميك والبورسلين الرياض، مهندس إبراهيم عبد الحميد، رقم التليفون ونفسه رقم الواتساب. استلام تركيب سيراميك الأرضيات ده هنتكلم عنه من خلال كذا نقطة. أول حاجة مقدمة عامة، تاني حاجة هنقسم عملية استلام لثلاث مجموعات: استلام مواد، وبعدين استلام مناسيب، وبعدين استلام صنع. بالنسبة للمقدمة العامة، عندنا أول معلومة مهمة جدا في موضوع السيراميك، إن السيراميك والبورسلين من المواد الغالية والمتعبة في إصلاحها، يعني من بنود أعمال المعمارية الغالية والمتعبة في إصلاحها، فلازما عشان أعمل البند ده أكون مهتم بيه جدا من ناحية الخامة ومن ناحية الصنع. وعلى ذلك لازم اعتمد على صنايعي له سمعه جيده وشفت شغله قبل كده، يعني ما ينفعش اجيب صنايعي مجهول بالنسبه لي يعمل لي بند مهم زي ده. تمام، عندنا في حاجه بدنا بنسميها مثلث الاهتمام الاقصى في التشطيبات، اللي هم اكتر ثلاث بنود ما ينفعش استرخص فيهم في التشطيبات، من ضمنهم السيراميك والبند الثاني السباكه والبند الثالث الكهرباء. طبعا السباكه والكهرباء دول بنود تاسيس مخفية، أنا مش شايفها، أي عيوب هتحصل فيها بعد كده هيبقى عنصر أساسي في إصلاحها التكسير، فتبقى مكلفة وتعمل لي مشكلة كبيرة جدا. فالسباكة والكهرباء يعني بنود تأسيسية ما فيهاش أي مجال للاسترخاص، لازم أنا أجيب خامات كويسة فيها. كذلك السيراميك، ليه السيراميك بيلحق بيهم؟ لأنه برضه من الحاجات المكلفة واللي إصلاحه ما بيكونش بالكفاءة بتاعت عمله كويس من الأول، يعني أنا لما أجي أصلح سيراميك بعد كده مهما كان هحاول وأجتهد وكده بس مش هيطلع بنفس المستوى لو أنا صلحته لو أنا اشتغلته من الأول مظبوط. عندنا في بنود تانية ممكن إن أنا أقول إن أنا في براح شوية لو حصل فيها مشكلة إن أنا أصلحها، زي بند الدهانات، هو بند ظاهري وبند مهم جدا وبيدي يروح للشقة أو للمكان اللي أنت بتشطبه، بس لو فرضنا إن مثلا حيطة معينة طلعت فيها حصل فيها تحوير ألوان مثلا، أو حصل فيها إن هي ظهر فيها ضي او ظهر فيها اي حاجه من حاجات بعد ما استلمت الحاجه وكده ظهر فيها عيب من العيوب. تمام، القصه بعد كده ان انا بصلح الحيطه دي بس، يعني ممكن ادي الحيطه دي لون مختلف عن باقي الحوائط. تمام، واجيب لها صنايعي مخصوص للمكان ده يصلحه. تمام، انما في السيراميك الوضع مختلف، بيبقى الوضع معقد، لو ابتديت اكسر في السيراميك وكده السيراميك كله بيخرخ اللي حواليا، ارجع اجي الزق البلاطه اللي حصل فيها المشكله الاقي لزقها مش زي ما انا كنت عاوز ومش متقفل حواليها زي ما انا كنت عاوز، واللحامات والعراميس مش طالعه مظبوطه وهكذا، فبلاقي مشاكل وعيوب بتحصل في الموضوع ده. طبعا اساسي لو انا مهندس او لو انا صاحب الشقه او لو انا اي حد مشرف على الصنايعي لازم اعمل عمليه متابعه يوميه او استلام مرحلي، يعني لو انا موجود في نفس البلد معاه لازم اتابعه بشكل يومي، لو مش موجود وقاعد في بلد ثانيه مثلا او كده استلام مرحلي، يعني كل ما يخلص حاجه اجيله استلم منه المرحله دي. طبعا اول اهم مرحله المرحله اللي في الاول اللي هي بيكون فيها الاتفاق على المواد والخامات اللي هنشتغل فيها، واستلام بقى الوزنات واستلام المنسوب وتحديد منسوب التشطيب هيبقى كام وايه اللي هنحترمه وايه اللي مش هنحترمه في المناسيب وهكذا. تمام، دي من المرحله المهمه قوي، لازم نتفق مع الصنايعي على كل التفاصيل فيها. حاجه كمان لازم انت كصاحب الشقه تحتفظ على الاقل بثلاث بلاطات من كل لون من الوان البلاط اللي انت استخدمتها في الشقه. ليه؟ لان انت وارد بعد كده وانت اثناء نقل العفش مثلا حد يحط حاجه يرزع حاجه جامد فبلاطه تتكسر تتخدش، يحصل اي مشكله من المشاكل، بعد ما تستلم الشقه والصنايعي يمشي تكتشف ان في بلاط مطبل محتاج يتكسر، تكتشف ان في اي مشكله من مشاكل مثلا في مكان ما كانش ظاهر ليك وظهر بعد ما الصنايعي مشي، ففي الحاله دي البلاط الاحتياطي ده بيفرق. انا بقول ثلاثه على الاقل، طبعا كل ما كان اكتر كل ما كان افضل. لو انت مهندس حديث تخرج فالحلقه دي هتفيدك جدا وهتعرفك اساسيات كتير عن موضوع استلام السيراميك والاشراف عليه، بس كل المطلوب منك انك تجيب ورقه وقلم وتاخد شورت نوتس على الموضوع، ولما تروح تستلم السيراميك يبقى معاك ايه
الورقه ديت كاتب فيها الحاجات الاساسيه اللي انت محتاج تبص عليها بحيث ما تبقاش تايه لو دي اول مره تستلم سيراميك في حياتك. استلام المواد. استلام المواد دي اول مجموعه من مجموعات استلام السيراميك اللي احنا بنتكلم فيه. انا عندي المواد الاساسيه بالنسبه لي ايه؟ هي الميه والرمله. الرمله ديت رمله ردم ورمله خلطه، الاثنين بيبقوا تقريبا يعني ما فيش فرق كبير بينهم. وبعد كده الاسمنت. الميه تكون ميه صالحه للشرب، يعني ميه من الحنفيه عادي تكون صالحه للشرب عشان نكون ضامنين ان ما فيهاش اي مواد غريبه ممكن تاثر على الخلطه الاسمنت اللي هتحط فيها الميه دي. الرمل دايما بنقول عليه ان هو يكون حرش. الرمل الحرش هو الرمل الخشن. اعرف ازاي ان انا ان هو خشن؟ امسكه واعمله بين صوابعي، افركه بين صوابعي. هيحصل حاجتين، احس ان هو خشن، وكمان لو هو حرش زي ما احنا بنوصفه بيصدر صوت، يعني تلاقي له صوت كده احتكاك الحبيبات الرمل ببعضها. تمام؟ تالت حاجه في الرمل ان ما يكونش فيه نسبه تراب عاليه، ما يكونش فيه نسبه تراب عاليه. لو الرمل فيه نسبه تراب عاليه بعرف ازاي؟ بحطه بين ايديا وبعدين بفرغه بين ايديا. لو بعد ما فرجته لقيت فيه تراب كتير قوي في ايدي يبقى كده نسبه التراب بتاعته عاليه. الرمل النظيف هلاقي النسبه دي تكاد تكون منعدمه. الاسمنت بنقول عليه معلومه واحده، هي ان ما يكونش عدى على تاريخ انتاجه 6 اسابيع. التاريخ اللي مطبوع عليه من المصنع هو الشكاره مكتوب عليها 6 اسابيع، التزم بالتوصيه بتاع المصنع. السيراميك، لما يجي لي السيراميك المكان اللي انا بورد بيه او الشقه بتاعتي، بعمل له اول حاجه عمليه فحص بصري. فحص بصري يعني ايه؟ يعني اعمل اكتر من حاجه. اول حاجه افتح اللي هي الكراتين السيراميك ديت واشوف هل هو ده السيراميك اللي انا اشتريته ولا سيراميك كامل. تمام؟ ممكن اكون انا شاري فرز اول، تيجي لي الكرتونه مكتوب عليها فرز اول لكن جواها فرز ثالث، افتح عليها في كل كرتونه 3 4 بطاطس متكسرين، فيبقى كده ايه؟ مش ده اللي انا اشتريته ولا اللي دفعت حقه. ففي الحاله دي هطلب من الشركه انها ترجعه. اوكي؟ ده ممكن وارد جدا ان هو يحصل، وارد ان هو يجي بلون مختلف، وارد ان هو يجي الكميه كلها كميه ناقصه، او كميه بلون وكميه بلون تاني. دي كل الحاجات وارده، فلازم انا افتح الكراتين واشوف السيراميك على الاقل عينات من الكراتين، مش لازم الكراتين كلها بس على الاقل عينات ابص كده واتاكد. تاني حاجه في الفحص البصري اجيب 5 6 10 بلاطات كده واحطهم قدامي واشوف هل في بلاط، طبعا البلاط ده من كراتين مختلف، اشوف هل في بلاط لونه مختلف، في تحوير في اللون، في اختلاف في النقشه، في احس ان هو لما دخل الفرن اتحرق، يعني في حاجات ظهرت عليه مثلا التجزيعه بتاعته او التشبيحه اللي موجوده عليه دي مختلفه من بلاطة التانيه وهكذا. تالت حاجه في الفحص البصري اتاكد منها ان انا اتاكد ان مفيش تقوس في البلاطه. ازاي؟ اجيب بلاطتين سيراميك واحطهم قصاد بعض وش في وش. لو البلاطتين دول طبقوا على بعض بنسبه 100%، يعني انطبقوا على بعض تماما، يبقى كده الايه؟ مفيش تقوس في البلاطات. لو لقيت فيه فروقات تمام اجرب كده مع كذا بلاطه، لو لقيت فيه فروقات اعرف ان السيراميك ايه؟ في عيب ان هو ايه؟ متقوس. طبعا انا لما احطه على الارض العيب ده هيبان اكتر. لما اجي امسح الارضيه او تيجي عليها ميه التقوس ده العيب ده هيبان اكتر وهكذا. فعشان كده من الاول لازم انا اعمل عمليه الفحص المصري. تاني نقطة بالنسبة للغمر السيراميك، لازم يتم عملية الغمر ديت قبل ما استخدم السيراميك ب 24 ساعة. ده يفضل يعني. ليه؟ يفضل إن أنا أعملها قبل ما أشتغل بالسيراميك بيوم، ولما أطلع السيراميك عشان أشتغل بيه أسيبه ينشف الأول شوية. يعني إيه ينشف؟ يعني المية الحرة اللي عليه اللي هي البلل اللي أنا مش قادر أمسحه بإيدي ده كله يكون إيه؟ يكون المية دي نزلت عشان ما تتعزلش المية ديت، ما تسببش نوع من انواع الطبقه العازله بين السيراميك وبين المونه. تمام؟ لان انا هنا الطريقه اللي انا بستخدمها اللزق معتمد على الايه؟ على المونه في الاساس، وخاصه كمان لو انا بستخدم ايه؟ مونه لزق، مش مونه لزق جاهزه يعني، مش مونه اسمنتيه. تالت تنبيه عايز انبه عليه هو موضوع ان السيراميك يكون مانع للانزلاق. السيراميك يكون مانع للانزلاق ده مهم جدا، خاصه في حاله وجود او سكن في المكان ذوي احتياجات خاصة أو كبار سن، ده مهم جدا. وفي المحات وفي المقام التاني أطفال. طبعا حوادث انزلاق في الحمامات كتيرة جدا، وفي مشاهير كتير يعني حصلت لهم كسور وأدت مضاعفاتها وصلت للوفاة يعني.
من وراء موضوع الانزلاق في الحمامات. فيعني برضو موضوع السيراميك المانع للانزلاق ده في الحمام، فأرضية الحمام من حاجات اللي بتاخد في الاعتبار، يعني ثمنه فيه، يعني مش حاجة غالية على الفاضي. مواد لاصقة جاهزة ديت أهم حاجة، إنها تأكد إنها مشتري من شركة كويسة وإن صلاحية المنتج سليمة. هنا النقطة اللي إحنا كنا بنتكلم فيها، الرمل يكون نظيف. الرمل النظيف قدامنا أهو، والرمل اللي مش نظيف اللي هنا اللي فيه أتربة، تراب كتير على الإيد. هنا بعد ما نفضت إيديا من التراب لقيت مفيش حاجة إيه تذكر موجود. دي شركة زافيتو عاملة اللي هو غير بلاط السيراميك ده، اللي هو بيلزق السيراميك لو أنا مش هلزق بمونة أسمنتية. طبعا في أكتر من طريقة لزق السيراميك، أشهرهم بالمونة الأسمنتية اللي هي مونة أسمنت ورمل المية، وأقل شهرة اللزق بالإيه بالغير بلاط السيراميك دوت، بنضيف عليه مية وبيبقى جاهز للزق وخلاص كده. تاني مرحلة أو تاني مجموعة في استلام السيراميك، استلام المناسيب والوزنات وتوزيع الباطات. لو انا عندي لوحه شوب درونج بمشي عليها خلاص قولا واحدا، ما بتناقش بقى طالما في شوب درونج وحد عامله وحد هيستلم على اساسه انا بمشي عليه. طبعا لو ما فيش شوب درونج او حتى لو في شوب درونج براعي برضو على الطبيعه الوضع عامل ازاي. يعني مثلا براعي بسط السلم، هل بسط السلم متبلطه فانا همشي عليها؟ طب لو مش همشي عليها يبقى هيبقى في فرق، ممكن اعلى عنها او ممكن انزل عنها، ففي الحالتين دول انا هحتاج اعمل عتبه فاصله بيني وبين بسط السلم. بيبة الحمام والمطبخ، ممكن بيبة الحمام والمطبخ تكون عالية أو منخفضة، في الحالتين أنا دلوقتي مش عايز أدفنها تحت تمام وأرجع أركب فيها ماسورة زور عشان أركب الغطاء بتاعها فوقيها، لأ أنا محتاج إن أنا أعملها أحترمها في الأول. لقيت فرق المناسيب كبير، ففي الحالة دي ألجأ لحلول بديلة. مواسير الصرف طبعا بتكون متغطية بمونة أسمنت ورمل وكده، لازم أتأكد إن مواسير الصرف مغطيه كويس، وان انا لما هاجي ابلط عليها مش هيتعرض للتبليط ده، السيراميك اللي هيركب فيها ده معاه، يعني هي مش هتبقى في لحظه من اللحظات ممكن يكون الاقي ان مثلا هاجي اركب السيراميك على ماسوره الصرف الاقي مفيش اي مسافه بينه وما احط فيها المونه، ما ينفعش. حلوق ومقاسات الابواب، الابواب اللي انا لو انا اشتريت ابواب جاهزه من السوق الاقي لها مقاسات ستاندرد، فانا لو ما احترمتش مقاسات الابواب الستاندرد ديت بعد ما اركب السيراميك هاجي اركب الابواب هلاقي اما الباب طويل ومحتاج اقص منه حته سنتي 2 سنتي عشان يعرف يفتح ويقفل، او هلاقي اما الباب قصير واحتاج ازود له حته عشان يعرف يفتح. ففي الحالتين دول انا لازم اراعي وانا بختار منسوب التشطيب انا عايز اوصل لمنسوب كام ويبقى الباب فتحته قد ايه، وبالتالي لما هاجي اختار باب او اركب باب اختار حاجه من الموجوده ومتاحه في السوق مش هحتاج اعمل عليها تعديل. عمل شير بالكامل مسطح الشقه اللي بنسميه تشير بالشقه، انا بختار ان انا مثلا وليكن منسوب التشطيب عندي اختاره ان هو يكون ارتفاعه 10 سم من الخرسانه، وعلى ذلك هاخد الشير بيكون متر و10 من الخرسانه، تمام؟ يعني هطلع من الخرسانه متر و10 بالمتر واعلم علامه، وانقل العلامه دي بقى لكامل مسطح الشقه لكل اوضه ولكل حيطه عن طريق ميزان الخرطوم، انقل بقى العلامه دي في الشقه كلها، تمام؟ يبقى انا كده وانا بختار الشرب احترمت الحاجات اللي قلناها، وفي نفس الوقت نقلت الشرب للشقه كلها، يبقى انا بشتغل على شرب واحد، يبقى الايه؟ سيراميك الشقه كله هيطلع ميه واحده، ما فيهوش عالي وواطي، ما فيش اوضه ممكن تطلع اعلى من صاله، ممكن تطلع اقل من صاله، يحصل المشاكل اللي بنشوفها. طبعا براعي كمان ان ميول الحمامات بتكون 1%. كل الحاجات اللي انا بقولها دي بتفق عليها مع الصنايعي قبل ما اشتغل. يعني مثلا حاجه زي هنا اقول له راعي ان انت هتعمل لي ميل في حمامات مثلا 1% او 0.5%، اي ميل مثلا انا اتفق عليه او اشوفه ان هو مناسب ليا. ميل الحمامات 1% يعني سنتي كل متر، يعني لو الحمام بتاعي طوله 3 متر يبقى انا هنزل من اول من اول باب الحمام لحد البيبه اللي في اخر الحمام، البيبه اللي هي البلاعه يعني. هنزل 3 سنتي، تمام؟ ال 3 سنتي دول هيخلوني ايه؟ مش محتاج امسح الحمام بالمساحه. الميه اول ما بتنزل على الارض بتروح على البيبه لوحدها، اوكي؟ ده بعمل له اختبار ميول، وهي ان انا باجي عند باب الحمام واقوم كابب جرد الميه من غير ما اوجه الميه، اقوم كابب جرد الميه، الميه لوحدها
نتيجة الجاذبية تتزحلق، نتيجة الميول تنزل في البيبة من غير ما ابذل انا اي مجهود. طبعا هحتاج اتفق برضو مع الصنايعي على اماكن الباط السليم والغلاية في حالة عدم وجود شوك درونج. لو في شوك درونج خلاص بمشي عليه، مفيش شوك درونج بيبقى في حاجة اسمها باط سليم، وهي ان احنا نبلط الباط على بعضها، ويبقى في حاجة اسمها غلاء وجماعة غلاي. الغلاي هي الاقل من البلاطة، يعني تلات اربع بلاطة، نص بلاطة، ربع بلاطة، دي اسمها غلاء. الغلاء دي غالبا بتبقى جنب الحيطه، تمام. فانا هحتاج ان انا اشوف انا هوزع الفرش بتاعي ازاي، واحط الغلاء دي فين. ممكن مثلا الاقي ان انا الاوضه هحط فيها دولاب، يبقى انا لما اعمل الغلاء دي تحت الدولاب ما عنديش مشكله، ما هو مش بيتشاف اصلا، تمام. هي الغلاء دي عيبها ان شكلها وحش، فانا عايز اداريها، فبوزع فرش الشقه بما يتناسب مع اماكن وجود الغلاء، او العكس يعني بشوف الشقه نافذ ازاي واحط الغلاء في الاماكن اللي هتبقى مفروشه. سمك الرد يكون 10 سم، ده اقصى سمك ردم رمل انا بشتغل بيه. لو الردم زاد عن كده بعمل حاجه اسمها مونه مفلفله، وهي مونه، وهي بخلط مع الرمل اسمنت، يعني بحط اسمنت بنسبه مش كبيره قوي، وليكن مثلا في كل اوضه اجيب شكرتين ثلاثه اسمنت كده ارشهم بعد ما اوصل للرمل. يعني بمعنى تاني ان انا لما هاجي الاقي ان مثلا الشقه بتاعتي منصوبه واطي جدا، فلما احط رمل احط 15 سم مثلا رمل، تمام، عشان اوصل للمنسوب اللي انا عايزه، ولسه احط كمان مونه، ولسه احط كمان سيراميك. فمنسوب التصليب الكبير قوي ده، تمام، مش ما ينفعش يتعمل رمل. ليه؟ لان الرمل وارد ان هو يريح، فبعمله حاجه اسمها مونه مفلفله، وهي ان انا احط ارش اسمنت او اخلط اسمنت مع الرمل وافرده في الارض، بحيث ان الاسمنت ده بعد لما بتيجي اي رطوبه او لما ببتدي ابلط، يعني الاسمنت ده بيعمل عمليه ايه؟ بيقلل من هبوط الرمل شويه، فيبقى كده ايه 15 سم ممكن ما يحصلش من وراهم ايه مشكله. ادي النقطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها. انا عندي دلوقتي منسوب هنا، وليكن ده منسوب التشطيب اللي انا اخترته اللي هو على ارتفاع مثلا، وليكن الارتفاع ده كده مثلا ادي الخرسانه، يبقى الارتفاع ده كام؟ متر وعشرة، اوكي؟ أنا عايز بعد كده أعمل إيه؟ أوصل لحد مثلا هنا بالسيراميك اللي هم ال 10 سم دول، تمام؟ مثلا 7 سم مونة، وبعد 7 سم رمل، وبعد كده 2.5 مونة، وبعد كده مثلا إيه؟ سنتي أو 9 من 10 من السنتي بلاط السيراميك، مثلا، يبقى كده وصلت 10 10 ونص. ده المنسوب اللي أنا عايز أعمل عليه مثلا. فطبعا انا بمشي على المنسوب بالظبط، انا بقول مثلا ممكن يكون 10 سم او 10 سم ونص، بس الرقم ده ثابت، مش في اماكن 10 او اماكن 10 سم ونص، الا في الحمامات طبعا عشان الحمامات فيها بول. المهم عاوز انقل ده من هنا لهنا، نفرض ان الراجل ده في اوضه والراجل ده في اوضه ثانيه، ماشي، عايز انقل ده من هنا لهنا عشان امشي على المنسوب ده، يوم هو نازل منه المتر يوم واصل لمنسوب البلاط. فبنقله عن طريق ميزان الايه؟ ميزان الخرطوم. باجي هنا الميزان ده بنظريه الاوانه المستطرقه بيبقى مليان ميه، وما بيبقاش في الميه دي اي فقاقيع. بنقل بقى المنسوب ده من هنا لهنا، افضل اعلي واوطي في الخرطوم لحد ما ايه؟ ما اوصل على العلامه دي، واقوم ايه؟ معلم عليها، تمام؟ يعني هنا الراجل اللي هنا عندي المنسوب بيعلي ويوطي في الخرطوم، والتاني هنا ده مستنيه لحد ما الميه تثبت، اول ما الميه تثبت ياخد الايه؟ ياخد الشرب بتاعه. ده العمليه اللي احنا شرحناها دي اسمها التشريب، وبيتم عن طريق الميزان اللي هو الخرطوم الشفاف ده اللي احنا بنسميه ميزان الخرطوم. ادي القطاع اللي بيورينا عمليه التشطيب. انا عندي تحت هنا خرسانه، الشويه دول هم الرمل، وبعد كده مونه، بعد كده ايه؟ السيراميك، تمام. نفرض ان مثلا دول 6 سم ونص 7 سم، تمام، وبعدين المونه بتبقى من 2 ل 3 سم، ماشي، وبعدين نفرض ان هو مثلا سنتي مثلا سيراميك، تمام. يبقى كده بنقسم المسافه ديت على حسب، طبعا انت خدت السيراميك عندك، وعلى حسب انت عايز مونه قد ايه، وعلى حسب شقتك محتاجه رمل قد ايه في الرد، كل القصص دي بنقسمها وبنوصل بقى لايه؟ للمنسوب بتاعنا، تمام. طبعا منسوب التشطيب ده غالبا بيتاخد في اغلب الاماكن 10 سنتي، تمام، من الخرسانه. هنا طبعا ده الرمل اللي كنا بنتكلم فيه، رمل نظيف مفيش فيه كتل، مفيش فيه طفله. يفضل او يمكن يعني تنديه الرمل ده قبل ما ابتدي عمليه الايه؟ التبليط. تنديه الرمل دي بتتم ازاي؟
عملية تندمية الرمل هي إن أنا بعد ما بفرش الرمل في أرضية الغرف أو في الشقة يعني، بقوم جايب جرد المية وأرش كده على الرمل شوية مية، بحيث إن هو إيه يكون السطح منبت بس مش غرقان مية، لا أنا عايزه بس إيه تندية حاجة بسيطة عشان الرمل ده ما يشربش المية اللي موجودة جوه المونت اللزق. بعد كده بنوصل للجروب الثالث، استلام المناسيب والوزنات وتوزيع البلاطات. عند بدء العمل يفضل عمل اوتار بكامل الشقه. لا احنا لسه في الجروب الثاني، اسف لسه في الجروب الثاني، استلام المناسيب والوزنات لسه في الجروب الثاني بنكمله. عند بدء العمل يفضل عمل اوتار بكامل الشقه، بمعنى ان انا بعمل وتر يعني برص بلاطات، بلزق بلاطات على الارض بالطول الاول كاني برص ضمنه مثلا، اقوم رص البلاطات دي جنب بعضها لازقها بالمونه في القلب الارضي، بحيث ان انا اوصلها من حد باب الشقه لحد اخر سنتي في الشقه. تمام، ليه بقى؟ خلاص كده انا اسست بقى وتر للصنايعي، كل شقه بقى عنده، كل غرفه بقى عنده ليها بقى عنده سيراميك هيقدر ياخد منها ايه؟ هيقدر ياخد منها منسوبه، هيقدر يمشي عليها، تمام؟ يبقى انا اسست له الموضوع، زي ما انا مثلا في اعمال المباني بعمل حاجه اسمها مدماك قد، تمام؟ اللي هو بقسم اول مدماك او اول صف طوب بعمله الاول واظبطه، طالما التاسيس ده هيبقى سليم يبقى اللي هيجي عليها هيبقى سليم، هنا نفس الفكره، بعمل وتر سيراميك من اول الشقه لحد اخرها، او بيسموها ممكن وزنه، يسموها اي حاجه. السيراميك ده تقوم مغطيه المسافه كلها، هنشوفها في الصوره كمان شويه. يفضل عمل غلاء اكبر من نص بلاط. الغلاء بتاعه الغرفه ديت، لو الغلاء دي هتبقى تحتها فوقيها فرش وهتبقى متداريه، خلاص ممكن تبقى صغيره كبيره براحتك، وتبقى في ركن واحد من الغرفه، يعني ركن سليم، ناحيه سليمه وناحيه فيها الغلاية. لكن لو فرضنا انك هتفرش الشقه في النص بس، يعني افرض مثلا انك عامل اوضه فيها ترابيزه سفره فقط لا غير، فالترابيزه دي هتبقى في النص والسيراميك حواليها هيبقى باين، ففي الحاله دي يفضل انك تعمل ايه؟ الغلاية تقسمها على ناحيتين، تبقى الغلاية موجوده جزء منها يمين وجزء منها شمال، وفي نفس الوقت تخلي الصنايعي يعمل لك الغلاية ايه؟ اكبر من نص بلاط عشان يبقى شكلها حلو، ما يبقاش شكلها مستفز لما تبقى الغلاية صغيره. لازم طبعا وانا شغال قبل ما اشتغل اصلا اتاكد ان كل انواع المواسير والتركيبات اللي في الارضيات اتثبتت بمونه واسمنت كويس جدا. زي طبعا مواسير الكهرباء ومواسير الصرف. مراعاة نوع البانيو. انواع البانيو في نوع بيتركب قبل السيراميك وفي نوع بيتركب بعد السيراميك، فبراعي ان البانيو اللي انا بستخدمه في الحمام من اي نوع، لان في نوع لازم اثناء ما انا بعمل السيراميك يكون موجود، في نوع لا مش فارق، اللي هو بقول بتاع السيراميك اشتغل وملكش دعوه، هو طالما متاسس له ميه خلاص مش عايز منه حاجه. لما متاسس له ميه وصرف. مراعاة وجود طبقات تشطيب اخرى او فرش فوق السيراميك. دايما عندها مشكله ان لما بتيجي تفتح الابواب وتكون فارش حاجه تحت الباب مثلا، ما الحاجه دي بتتكور كده، فده نتيجه ان مفيش مسافه كويسه في تحت الباب. فلو انت هتفرش حاجه مثلا وليكن حاجه ثابته موكيت او حاجه تحت الباب، ولنفرض واحد يفرش الشقه كلها موكيت، يبقى لازم يتراعى ده في ان انا اسيب مسافه للموكيت ده، تمام؟ او لو هلزق طبقات تشطيب اخرى مثلا، ولنفرض ان واحد هيعمل السيراميك ده مثلا هيجيبه رخيص شويه وبعدين هيعمل فوقيه اتش دي اف، نوع من انواع التشطيبات اللي هي ايه؟ نوع مطور من انواع التشطيبات الخشبيه، الارضيات الخشب. بيجي بيتركب على طول كده فوق الايه؟ فوق لازم اسيب له بقى مسافه، هتركب فوق السيراميك لازم اسيب له مسافه. ده اللي كنا بنتكلم فيه، عمل وتر اهو، ادي باب الشقه، دخلنا من باب الشقه، خدنا وتر كده ووزعناه بقى، نشرناه في الشقه كلها. وده مكمل الناحيه دي، وده مكمل الناحيه دي، وده دخل الغرفه، تمام؟ انا طالما استلمت من الصنايعي ده هو مجبر بعد كده يشتغل عليه، طالما اتاكدت من ده ولقيته ان هو تمام التمام، يبقى كل اللي بعد كده هيبقى ايه؟ جاي مظبوط ان شاء الله. دي الغلايه اهي، نص بلاطه او ربع بلاطه او تلت بلاطه موجوده في الجنب اهي، ودي الغلايه مقصوصه قبل ما تتلسع، تمام؟ بس ده طبعا بقى مزاجكم. هنا السيراميك. فيفضل لو انا هعمل الغلاية ديت في مكان الفرش فيها هيبقى في نص الغرفة،
مش هيبقى في الجزء ده. ما هو لو في الجزء ده خلاص الجزء ده اتداري، لو هيقفش هيبقى في نص الغرفه فقط لا غير، ومفيش سجاده ومفيش حاجه هتداري البلاط. يبقى في الحاله دي يفضل ان انا اعمل ايه، ارحل البلاط ده وانا بلزق، بحيث ان الغلايه بدل ما تبقى بالشكل ده تبقى بالشكل ده، يبقى الايه البلاطه كلها تبقى ايه، تبقى تتبع بلاطه كده غلاء. ماشي؟ بمعنى ان لو دي بلاطه ودي ربع بلاطه، تمام، لا انا هرحل دي اخليها تيجي هنا، تمام، وهحط هنا 60% من بلاطه، ماشي، والناحيه الثانيه قصادها الناحيه الثانيه خالص اللي احنا مش شايفينها 60%، فيبقى 60 و60 او يعني 62% و62% اديني ايه 124% من بلاطه، اللي هي ايه البلاطه وربع اللي كانوا موجودين ايه في التقسيمه دي. يعني انا بغير التقسيمه بس بحيث ان انا اعمل نص بلاطه الناحيه دي ونص بلاطه ايه الناحيه دي، نص غلاء او نص غلاء او ثلاث ارباع وثلاث ارباع مثلا. ده البانيو اللي لازم يتركب مع السيراميك، لانه ايه؟ لانه متقفل عليه، تمام؟ البانيو ده بيركب كده وبيبقى معمول له بانيا طوب بيسقط جواها وبيتقفل عليه، وبعدين بيتسرمك الجزء ده عشان الطوب طبعا ما يظهرش. ده نوع تاني من البانيو. بانيو بيجي بغطا جاهز. البانيو ده ملوش ارتباط بالسيراميك، شوف الارضيه اللي تحته هو ملوش دعوه بيها، بيقوم جاي راكب ومتسبب بمسامير وبحاجته بعدته، وبعدين قافل انا الغطا ده خلاص كده شكرا، تمام. يعني انا اشتغلت سيراميك وخلصته خالص، وبعدين اجيب الراجل السباك وهو بيشطب بيركب ده، برضه ده نفس القصه، ده ملوش دعوه بالدنيا كلها. هيجي ساعه ما تيجي تحب تشتري البانيو تقوم جايبه ومركبه وتكون مشطب الارضيه تحته عادي. استلام الصنع دي تالت مجموعة وأهم مجموعة في الاستلامات، إن أنا لازم أستلم الصنع من الصنايعي. قبل التركيب طبعا بعمل الحاجات القدامية، بتأكد إن الصنايعي عمل الحاجات دي، فرز البلاط يعني فتح الكراتين وشاف البلاط السليم ركنه على جنب، والبلاط اللي المكسور منه جزء أو المطقوش منه حاجة أو اللي فيه شرخ أو اللي فيه مشكلة ركنه على جنب. البلاط السليم هيشتغل بيه في الحتت الظهر، البلاط اللي فيه مشكله هيشتغل بيه في حته متداريه ويقص العيب بتاعه، يعني يستخدمه كغلايه، تمام. دي العمليه اسمها عمليه فرز البلاط. عمل شرب كامل الشقه، لازم اتاكد ان هو شرب الشقه كلها عشان يبقى شغال على منسوب واحد، مش هياخد شرب ويمشي عليه عند الباب وبعدين على بال ما يوصل عند البتاع عند مثلا اخر الاوضه في الشقه الاقيه نزل مثلا 2 3 سم. لا طبعا كده يبقى في مشكله عندي كده، لو جت شويه ميه مثلا نفرض حصل اي مشكله، الميه دي هتروح على المكان القليل، مثلا ممكن تلاقي واحد عامل حمام اعلى اصلا من اوضه النوم، فالميه بدل ما هتدخل على البيبه لا ده هتطلع بره الحمام اصلا، ممكن تخش على ايه على اوضه النوم او اي غرفه في الشقه، تمام. فلازم انا اعمل شرب واشيك بيه كل شويه. اماكن الغلايه لازم اتفق مع الصنايعي احط هيحط الغلايه فين، يعني لازم كل ما يجي يشتغل في اوضه او هو بيعمل الوتر اقول له الغلايه هتبقى الناحيه الفلانيه، لان انا هفرش هحط هنا كذا واحط هنا كذا وكده، تمام. تالت حاجه تخدي اللحامات، عايز تخدي اللحامات اللي هي العراميس، المسافات بين السيراميك وبعضه قد ايه؟ ملي 2 ملي 3 ملي، تمام. يفضل انك تستخدم طبعا صلايب عشان تضمن الرقم اللي انت عايزه ده بالظبط، تمام. يفضل برضو انك ما تلجاش لقصه الزيرو جوينت اللي هي ما فيش مسافات بين بلاطات مثلا البورسلين اللي مقطوع قطع ليزر ده، زي ما الناس بتحب ما يبقاش فيها مسافات خالص، الا اذا نوع البورسلين ده الشركه نفسها كاتبه لك عليه ان هو ينفع زيرو جوينت، يعني الكرتونه مكتوب عليها ان هو ينفع زيرو جوينت او انت متاكد من موقع الشركه ان هو ينفع زيرو جوينت. ما ينفعش تجيب بورسلين او سيراميك عادي وتلزقه زيرو جوينت، لان بعد كده ايه هيفك ويعمل لك مشاكل. الاستلام الاساسي هيكون بالقده ونزال الميه، هتحط القده على الارضيه تتاكد ان هي مطبعه على كل البلاطات، وليكن مثلا انت عندك البلاطه نص متر والقده بتاعتك 2 متر، يبقى القده ديت هتغطي كام؟ اربع بلاطات. القده مغطيه الاربع بلاطات ومطبعه عليهم تماما، مفيش ما بينها وما بين اي بلاطه مسافه. لو في بينها وبين اي بلاطه مسافه يبقى ايه؟ يبقى كده البلاطه دي اقل من منسوب البلاطات الثانيه، يبقى هنا كده في مشكله، يبقى البلاطه دي لازم تتفك وتتركب تاني. بستلم القده وبستلم كمان فوق القده بميزان الميه عشان اتاكد من استواء السطح، لازم اتاكد ان السطح مستوي وافق تمام. في الحمامات لما احط ميزان الميه اراعي بقى ان انا اشوف ايه الفقاعه بتاعت ميزان الميه فيها ايه؟ فيها ميول، يبقى ده قصه ثانيه، يبقى في الحمامات هي اللي انا بسمح وجود ميول.
طبعا برضو من الحاجات اللي انا لازم الاحظها طريقه شغل الصنايعي، ازاي اعرف ان الصنايعي ده كويس؟ احنا قلنا انك هتجيب صنايعي عنده سمعه كويسه، بس لازم وانت بتروح تشوفه شغال تتفرج عليه وتشوف هو شغال كويس ولا لا. بمعنى الصنايعي كويس هتلاقي له علامات انت هتعرفها لوحدك، يعني زي اي حد متقن لعمله هتلاقيه اولا شغال بطريقه ثابته نظيف في شغله، ما بيسببش بهدله وحواليه وكده، يعني منظم ومرتب مش عشوائي وقاعد يخبط اي تخبيط كده. هتلاقي مثلا لما بيجي يلزق البلاطه بيحط كميه اسمنت معينه ويقوم حاطط البلاطه كابسها تلزق خلاص كده شكرا. الصنايعي التعبان هتلاقيه بقى قاعد يزود في المونه شويه وينقص في المونه شويه ويلزق البلاطه حبه ويرجع يفكها تاني، لانه مش ما عندوش ايه؟ ما عندوش سنس، ما عندوش احساس بالشغلانه. انما التاني ده لزق 20 30 40 الف بلاطه فخلاص اتبرمج لوحده بقى متبرمج. تمام؟ طبعا الصنايعي كويس برضه هيبان في لزق البلاط الكبير، البلاط اللي مقاساته صغيره بيبقى سهل في اللزق طبعا، لان سهل التحكم في البلاط، انما كل ما البلاطه كبرت مثلا بلاطه 60 في 60، بلاطه 70 في 70، بلاطه متر في متر، كل ما البلاطه كبرت كل ما احتاجت صنايعي اشطر. وطبعا كل ما مشاكلها زادت وبقت معرضه للكسر اكتر وبقت معرضه للهوالك اكتر. مونت اللزق، مونت اللزق بتكون من 2 ل 3 سم، يفضل طبعا 3. تمام؟ وبتغطي 100% من البلاطه، لازم أن تكون البلاطه كلها متغطيه، لو مش مغطيه 100% دي بنسميها غطا مطبله، اللي هي في جزء منها مش موجود له مونه. تمام؟ وبيها نسبه الاسمنت المطلوبه، يعني لازم أن تكون المونه بتاعت اللي بتلزق بقى البلاطه تكون مونه غامقه، باين فيها ان فيها اسمنت، والاسمنت ده تقيل مش اسمنت خفيف مش فاتح. عدم استخدام المونه بعد 45 دقيقه من تخمير. الاسمنت بيشك بعد 45 دقيقه، فلو انا اشتغلت بالمونه دي بيبقى اسمها مونه مقتوله، فهتبقى في مشكله في الشغل فيها. طبعا الصنايعي ممكن يزود لها ميه ويقلب القليل في الجديد ويمشي حاله، بس انت طبعا المفروض ان انت تكشف على الشغل او بتبص على الشغل، سواء انت مهندس مشرف على الشغل ده او سواء انت صاحب الشغل، فانت في الحالتين لازم تقول له ايه، ما تخمرش كميات كبيره، لا خمر على قد اللي انت هتشتغل بيه. سيه البلاط، السيه دي بتكون بحاجتين، لا اما لباني اسمنت، غالبا لباني اسمنت ابيض، وممكن احط عليه اكسيد اللون اللي هو لون البلاط، مثلا لو البلاط عندي لون معين وليكن بني مثلا احط عليه لون بني، بحيث ان العرقميص لما املاها بالسيه يكون لونها قريب من لون البلاط، او اجيب مواد سيئه جاهزه باللون اللي انا عاوزه، يعني مواد سيئه جاهزه بلونها بكل حاجه، خلطها في ميه واسقي بيها بس. طبعا ممنوع السقي بالاسمنت الجاف خالص، لان دي طريقه غلط في السقي. لازم السقي تكون بعد 24 ساعه، ما ينفعش اسقي في نفس اليوم. استخدام صلايب لضبط اللحامات اللي هي العراميس على ان تكون مستقيمه. لازم الصلايب تخلي اللحامات يكون فيها حاجتين، تكون قد بعض وتكون مستقيمه، خط مستقيم، المحها باين. في المسطحات الكبيره بعمل حاجه اسمها فواصل تمدد وحركه، الفصل ممكن يوصل ل 5 مللي، بملاه بمواد مناسبه اللي هي بتبقى مواد ايه؟ سيليكونيه قبل التمدد والانكماش، يعني مثلا لو انا هعمل ريسبشن 15 في 15 ولنفرض مثلا في الحاله دي مش هينفع الزق المسافه دي كلها وما اسيبش مسافات كفايه للتمدد بين البلاط، لان طبعا في الشتاء وفي الصيف بيحصل تمدد وانكماش ولو بنسبه بسيطه، فلازم اعمل فواصل تمدد وحركه بين كل مثلا مسافه. مثلا في الاكواد بتبقى مكتوبه المسافه دي، ممكن كل 8 متر كل 10 متر يقول لك هتسيب نص سنتي او سنتي وتملاه مونه. بنلاحظ الموضوع ده المساجد الكبيره، الحرم، المسجد النبوي، بنلاحظ فيهم الموضوع ده، هتلاقي موجود فيه فواصل التمدد والحركه دي في الارضيات. هنا طبعا دي الاده اللي هو هنا بيفرش بيها المونه، هي دي نفس الاده اللي احنا بنستخدمها عشان نستلم بيها البلاط، بنفرشها برده كده متاكد ان هي كل البلاط لازق فيها من تحت. تمام؟ بس بنستخدم معاها ايه؟ ميزان الميه، ادي ميزان الميه بنحطه عليها. الميزان ده بيديني درجه الافقيه بدرجه 100%، لازم لو الفقاعه بتاعته كده جايه في النص زي الصوره هنا، تمام، يبقى السطح ده افقي 100%، وده هو المطلوب بالنسبه لي. فيما عدا الحمام، فيما عدا الحمام بلاقي الفقاعه دي بقى مش في النص، لا مترحله يمين او مترحله شمال، معنى كده ان ايه؟ ان الحمام مايل. دي طبعا زي ما قلنا البلاطات، هنا ممكن لزق زي ما قلنا، وقلنا السمك بتاعها بتبقى ايه؟ 2 3 سم. هنا البلاطه دي السقيه هنا،
في العراميس المسافه بين البلاط وبعضه، وقلنا طبعا السقيه لازم من بعد 24 ساعه، ومواد السقيه اما مواد جاهزه او مواد اسمنت ابيض. هنا طبعا واضح حدة مشاكل، ان مثلا هتلاقي ان تخانة البتاع مش معدية للسنتي، تخانة المونت اللزق او يعني في بلاطات في بلاطات مش كلها واحدة، المونة نفسها مونة فاتحة تمام، كان في مشاكل في البلاط ده فتفك يعني عشان نعالج المشاكل اللي فيه. طيب زي ما انت شايف عشان اظبط انا بقى واعالج دلوقتي وجع دماغ، انما لو كانت من الاول اتعمل صح كان هيريحنا كلنا تمام. فده كل العيوب اللي احنا بننبه ليها موجوده اهي هنا في الشغل ده. دي الصلايب اللي احنا بنتكلم فيها اللي بتثبت المسافات ما بين البلاطات وبعضها، فبتديني عراميس او لحامات ثابته وشكلها كويس. دي اشكال الصلايب ومقاساتها اهي، في ملي، ملي ونص، 2 ملي، 2 ملي ونص، 3، 4، 5 لحد 10 ملي. 10 ملي ده اللي هو 1 سم، لو انا عايز اسيب بين البلاطه والبلاطه 1 سم موجود وبتبقى مضمونة عن طريق الصلايب. هنا السقية ده بعد ما سقينا اهو، ومسقية بايه؟ بالاسمنت الابيض. طبعا هنا عيب من العيوب ان ايه؟ اللحامات مش ماشية في خط مستقيم، فدي مشكلة من مشاكل السيراميك، مشكلة من مشاكل الصنع. هنا برضو بنلاحظ دايما التقاء اربع بلاطات مع بعض، ابص عليهم الاقي اشوف هنا دي رفيعة، دي أدخل سنة، دي أدخل سنة، دي أدخل خالص تمام. يعني ايه؟ هو ماشي بالبركة هنا، مش بيعملها بالظبط يعني او بدقة. هنا دي ده في الحوائط، احنا مش موضوعنا الحوائط بس، ده مثال على عدم الملي، يعني على ان البطة تبقى مطبلة. شوف البطة مطبلة ازاي، شوف هنا حاطط كده وهلزق البطة في الحتة دي كلها، وفي نص المسافة فاضية اصلا، وهنا ربع البلاطة تحتي فاضي، هنا يعني برضو تقريبا ربع البلاطه تحت فاضي. كل دي مشاكل تمام، ومشاكل في الحوائط ومشاكل في الارضيات. طبعا هي الصوره من الحوائط بس احنا كلامنا على الارضيات، بيحصل نفس القصه في الارضيات، فلازم نتاكد ان البلاطه تحتها 100% مليانه. استلام الصنعه برضو لازم نتاكد ان الحماد الارضيات والحوائط بتسلم بعضها، يعني اللحام ماشي مع اللحام في الارضيه والحيطه او في الارضيه والوزره. عدم وجود تسنين، عدم وجود تسنين يعني ايه؟ يعني لو مشينا على البلاطه حافي تمام، سن البلاطه ما يقابلنيش اللي هو الزاويه 90 دي ما يتقابلنيش وانا ماشي، فايه؟ فيخبط في رجلي، احس بيه ان هو سن كده حاد زي الدبوس او الابره. وانتظام اللحامات زي ما قلنا كل اربع في التقاء اربع بلاطات ابص على اللحامات منتظمه ولا لا. وبرضو التقاء اربع بلاطات هو اللي بيبقى فيه موضوع التسنين ده زي ما هنشوف في الصوره. عدم وجود تطبيل بالنقل على البلاط، اقعد بقى اخبط على البلاط سواء في الارضيه او في الحوائط، ويفضل ان انا اخبط بحاجه بتعمل صوت رن مثلا، مفتاح او حاجه زي كده، اتاكد بقى ان البلاطه ما بتعملش صوت عالي، يبقى في الحاله دي ايه؟ ما فيش تطبيل. لو يعني الصوت بتاعها صوت مكتوم، لو لاحظت بقى في فرق في الصوت، في ناحيه فيها صوت مكتوم وناحيه فيها صوت بيرن عالي قوي، يبقى الناحيه اللي فيها صوت بيرن ديت مطبقه. مراجعه اماكن الفتحات والبيبات وقاعده الحمام البادي والزاويه الاركان، الاماكن دي اماكن تقفيل، فلازم الصنايعي يكون قاصص البلاطه مظبوط بالملي، ويكون عامل عراميس مظبوطه، ويكون ساقيها كويس، ويكون مظبطها تمام. بيبان بقى شغل الصناعي كويس من شغل الصناعي تعبان في الحاجات دي. فعاد وجود فرق بين البيبه والسيراميك ممنوع ملء بالمولي. ممكن اعمل بيبه فبعد ما وصلت لمنسوب معين وانا باسس للصرف، اجي اعمل السيراميك الاقي في فرق بين المنسوب بينه، الصناعي يقول لك هنملاها مونه وهنظبطها وهتبقى زي الفل. طبعا ده غلط. انت بتعمل حاجه اسمها ايه؟ زور ماسوره، يعني تجيب حته من ماسوره بحيث ان توصل سطح البلاعه او البيبه لانه يمشي مع سطح السيراميك تمام، عشان الميه ما تهربش تروح على البيبه على طول، ما تروحش حواليها فيحصل تصريب للميه. لازم اتاكد من تخديم البلاط مع بعض عند الانتقال من غرفه لاخرى، او التقاء البلاط مع بورسلين او رخام او ارضيات خشب، لازم البلاط يبقى ماشي مع بعضه ميه واحده، مش شويه عاليين وشويه واطيين. ده التسنين اللي انا بقول عليه، لو بصيت كده ودققت هتحس ان البلاطه ديت مسننه، يعني ايه؟ اعلى في المنسوب شويه، لدرجه ان هو حاول يداريها عن طريق ان هو بيملى
جزئي يعمل ايه، يعمل حاجه كده يعني، يعمل ايه مايله شويه كده او حاجه زي كده يعمل. المهم يعني هتلاقي ده منخفض، ده منخفض، ده مرتفع، يبقى ده ايه اسمه تسنين، وده طبعا مرفوض. انا لازم لما ابص على المكان ده الاقيه مستوي 100% كاني واقف على الباطه نفسها. هنا ده اللي بنتكلم عليه، ده عنده هنا اللحام وده لحام، اللي هنا الوزرة من نفس نوع البلاط، تمام؟ فلازم اللحام يمشي مع اللحام، ليه ما اخليش اللحام ما يمشيش مع بعض؟ ده استسهال بقى، اللي هو بدل ما يظبط اللحامات تمشي مع بعضها يقول لك ايه لا خليها تمشي كده بالبركه، تمام؟ طبعا ده غلط، شكلها كده مستفز، تلاقيها قريبه شويه بعيده شويه، ملفت للنظر، انما لما تمشي كلها مع بعضها خلاص. الا اذا كانت الوزره من نوع بلاط تاني، زي ما في ناس بتحب تجيب وزره جاهزه او نوع بلاط مخصوص تقطعه وتعمله وزر، في الحاله دي مفيش مشكله بقى، خلاص البلاط مش نفس المقاس فاحنا مضطرين للموضوع. نيجي بعد كده بقى لعدم وجود اي بلاط فيه خدوش او شروخ او تشوهات، دي هنا تظهر اهميه عمليه الفرس، ان الباط المشوه او اللي فيه مشكله مركون على جنب، تمام؟ مش بعد ما الزق اقول لا ده هنا باطه مخدوشه وهنا باطه منقوره وهنا بلاطه فيها مشكله. استلام تعمد الزوايا والاركان للوزارات، بستلم بحاجه اسمها ميزان، بستلم بحاجه اسمها زاويه حديد كده، اقوم حاططها او اجيب ربع بلاطه اقوم حاططها في الزوايا واتاكد ان الزوايا كلها متعامده، تمام؟ واتاكد ان الوزره متعامده على البلاطه الارضيه عن طريق القصه دي برضه. بشد اقتناع على الوزرات والمحها من الجوانب واشوف في فرق ولا ما فيش، عشان الوزارات كلها لازم تبقى ماشيه ميه واحده. معابر الابواب واشكالها، اتفق مع الصنايعي ان الحته اللي تحت الباب مباشره بيسموها معبره الباب، الحته دي هيعملها ازاي؟ ممكن اشتري لها سيراميك مخصوص، ماشي؟ وليكن في ناس بتحب تشتري سيراميك بلون مختلف وتقوم لازقه، ممكن هو يقطع لي السيراميك ويرسم لي رسمه معينه عليه، ممكن يقول لي لا انا امشي عليها كان الباب مش موجود، يعني انا اخلي البلاط يسلم بعضه عادي، اوكي؟ هتفق معاه على الطريقه اللي تناسبه، اوكي؟ في ناس بتجيب لها رخامه، رخامه بالطول ده تقوم عاملاها مثلا وليكن رخامه او حته جرانيت شكلها فخم كده وبتاع، فيقوم ايه لازقه الحته دي، بحيث ان طبعا ايه غالبا بيبقى لون مثلا السيراميك اللي في الصاله والطرقه مختلف عن السيراميك اللي في الغرف. فدي بقى بتدي فاصل ما بينهم وبتدي شكل حلو في نفس الوقت. الاحزمه والكنارات والرسومات التي يقوم الصنايعي بقطعها، دي انا لازم استلمها، لازم اشوف هو عمل حزام او كنار. الكنار او الحزام هي الحاجه اللي ايه اللي بتبقى بتاخد دايره الاوضه، محيط الاوضه كده، تمام؟ والرسمه اللي هو مقطعها، مقطعها مظبوط، عامل دواير، عامل اشكال معينه، مسلمه بعض مظبوط، ولا هو اصلا المفروض يعمل الحاجه دي تدي شكل جمالي اعلى، فهو لو قطعها غلط هيدي شكل سيء جدا. طبعا هنا اللي كنا بنتكلم فيه دي ايه؟ دي البتاع داخله لجوه خالص اهي، الوزره شايفين داخله لجوه خالص اهي، باينه خالص. طبعا الصوره بتقلل الواقع يعني ما بتظهرش العيب قوي، تمام؟ وبرده هنا اللحام مش مسلم بعضه، يعني اللحام مش مسلم بعضه في نفس الوقت الايه الوزره مش متركبه مظبوط. هيتحجج هو بان البياض وحش، يا عم مالكش دعوه بالبياض، امشي مظبوط، تمام؟ وما تربيش منى كتير وامشي مظبوط وخلاص، وانا هبقى اظبط انا في الدهانات، تمام؟ طبعا كل صنايعي بيتحجج بالصنايعي اللي كان قبل، تمام؟ لا انا لازم اتاكد ان الشكل العام يكون ايه شكل كويس. هنا طبعا معابر الابواب هنا ايه من نفس نوع السيراميك، بس قطع لها جزء مخصوص، ممكن الجزء ده يدي اشكال معينه، حتت مثلا على المايل او مثلثات او مربعات وهكذا. ممكن اجيبها كلها ايه على الحته اللي عند الباب على ايه حته جرانيت او حته رخام واحده. هنا طبعا دي اللي احنا بنتكلم عليها، رسمه في الايه في قلب الغرفه، تمام؟ الرسمه دي هو مقطعها، لازم اتاكد بقى ان التقطيع بتاعه سليم، ماشي كويس، الشكل متناسق، اللحامات ماشيه مع بعضها، ماشي، ما يبقاش حاجه مستفزه، لان دي حاجه هتدي شكل اضافي. عندنا هنا البلاط اللي متركب ده بلاط غلط ان هو يركب، ليه؟ مطقوش من الجنب اهو ومتقشر هنا، فما ينفعش ان هو يركب، كان لازم يتفرز ويتركن على جنب. هنا برضو بلاط منقر. لو بصينا هنا شوف هنا معبرة الباب او الجزء بتاع الباب من تحت،
مرسوم رسمه تانية غير اللي احنا شفناها، يعني حاله من ضمن الحالات. هو في طبعا اربع خمس حالات اللي احنا قلناهم ممكن تختار منهم للناس. برضه هنا نفس القصه، برضه غلط، مش منقر، مش مظبوط. كده احنا خلصنا كل ما يتعلق بالسيراميك، تمام. فاضل جزئيه مهمه، الفرق بين السيراميك والبورسلين. الفرق بين السيراميك والبورسلين بيتلخص في فرق في يعني بينهم في عده نقاط. اول حاجه اللي هي التركيب والتكوين. طب عشان نشوف الصوره مع بعض، التركيب والتكوين وطريقه اللزق والسعر والصناعي، دول الاربع حاجات اللي بيمثلوا الفرق الاساسي بين البورسلين والسيراميك، تمام. لو جينا بقى بصينا للصوره، ده الصوره اللي بتعبر عن موضوع التكوين اللي انا بقول عليه. السيراميك مادتين مالهمش علاقه ببعض، اللي تحت ده طفله واللي فوق ده قشره، يعني السيراميك حاجتين ملزوقين في بعض بس ملزوقين بشكل كويس جدا تحت درجه حراره عاليه جدا، تمام. فدول مادتين مختلفين، تمام. البورسلين لا، البورسلين كله ماده واحده، البورسلين كله ماده واحده زي الرخام او زي الجرانيت، اوكي. الفرق بيجي من ايه؟ البلاط، انواع البلاط المختلفه زي السيراميك اللي فيها طفله، تمام، دي بتتميز بسهوله لزقها على الارضيات، ان هي بشويه مونه وكده وتقوم جابس البلاطه تتلزق، اوكي. مشاكلها ايه؟ في اللزق قليله، تمام، وصنايعي اي صنايعي سهل ان هو يلزق. البورسلين لا، البورسلين محتاج طرق خاصه في اللزق. ازاي؟ احنا عندنا طريقه اللزق بتختلف بين عده طرق، في ثلاث طرق مشهوره، اثنين معروفين في مصر وفي واحده مش معروفه في مصر. طريقه اللزق الاولانيه بالمونه الاسمنتيه اللي هي الطريقه العاديه خالص، طريقه اللزق الثانيه قلنا عليها اللي هي اللزق بالغير، طريقه اللزق الثالثه بتاعت الباكستانيين اللي موجوده في الخليج، بتاعت ان هو بيعمل لياسه للارضيه، تمام، وبعدين بيعمل مونه لباني يفرشها تحت البلاطه، ميه شويه ميه باسمنت ابيض مثلا، ويقوم فرشهم تحت البلاطه ويقوم حاطط البلاطه. البلاطه هنا بتتلزق ايه؟ عن طريق ايه؟ تفريغ الهواء، يعني الاسمنت بيخلي البلاطه تعمل تماسك شويه مع البتاع، بس الميه اول ما بتنشف بتكون فرغت الهواء تماما اللي تحت البلاطه، فيبقى البلاطه دلوقتي نتيجه ان السطح اللي تحتها مستوي تماما والميه نشفت، فاللي حصل لها ايه؟ اللي حصل لها ان هي لزقت تماما في الارضيه، فتلاقي الارض البلاطه ملزوقه بشكل كويس جدا. طبعا النوع التاني ده محتاج صنعه والمصريين ما بيشتغلوش، هو الباكستانيين دي طريقتهم في الشغل، والطريقه دي موجوده في الخليج مش موجوده في مصر. فالقصد يعني ان البورسلين بيتلزق بالطريقه التانيه فقط لا غير. البورسلين في الاساس بيتلزق بالطريقه التانيه، وممكن برضه الباكستانيين يلزقوه بالطريقه بتاعتهم بس مالناش دعوه بيهم. احنا بنتكلم على شغلنا احنا، البورسلين بيتلزق بطريقه ثانيه، لازم البورسلين يشتغل نلزقه بمونه لزق جاهزه، تمام؟ ده هو الاساس، تمام؟ طبعا يفضل عشان الزقه بمونه لزق جاهزه ان انا اعمل تلييس للارض 3 4 سم تلييس للارض، اضمن الارض كلها مستويه، يعني اعمل امحر الارض زي ما انا بمحر الحيطه او ببيض الحيطه، لا ابيض الارض بعد ما افرش الرمل، اقوم عامل طبقه مونه 4 سم مثلا 5 سم، اقوم فارش عليها المونه وتبقى قدها 100%، ممكن اعملها بالهليكوبتر، ممكن اسويها وانعمها جدا، تمام. بعد كده احط عليها بتاع ده، الطريقه دي في الشغل هي اللي مشهوره في الخليج يعني. بعد كده احط عليها المونه اللازقه، بعد كده الزق البلاط، اوكي. ممكن هنا في مصر نلزق برضو بالمونه بس بطريقه اخف شويه، تمام. المهم في جميع الحالات يكون لزق البورسلين بماده لزقه، لازم البورسلين يتلزق بغيره سيراميك اللي هو اسمه غيره سيراميك، تمام. انما السيراميك ممكن يتلزق باي طريقه من الطرق الثلاثه، تمام. نتيجه ايه؟ نتيجه ان الطفله ديت بتشرب الميه بشكل عالي جدا وبتتفاعل مع الايه؟ مع المونه الاسمنتيه، وبيلزقوا ببعض بدرجه كبيره جدا، تمام. انما ده ما بيحصلش مع البورسلين، البورسلين غالبا بيبقى ناعم، هما بيحاولوا طبعا المصنع ان هو يخشنه من ورا، بس في نفس الوقت الموضوع التخشين ده احيانا كتير ما بيكونش فعال. طيب سؤال، معنى كده ان انا لو لزقت بالطريقه العاديه ده هيمثل مشكله بعد كده؟ مش شرط. يعني هل السيراميك شرط ان هو يفك لو لزق، هل البورسلين شرط ان هو يفك لو لزقته بالمونه الاسمنتيه؟ مش شرط، بس هي طريقه مش صح، تمام. الناس اللي اخترعوا السيراميك قالوا لك بيتلزق بكذا او ممكن يتلزق بكذا، الناس بقى اللي بلطوا بالبورسلين قالوا لك بيتلزق بغير،
تمام. انت لو اتفرجت على فيديوهات اجنبيه هتلاقي الاجانب كل بيلزقوا كله بغير، اصلا سيراميك وبورسلين وعفريت كله بغير، ما بيستخدموش من اسمنت ايه خالص، تمام. فالبورسلين بيتلزق بغيره مخصوص عشان اللزق ما بيتلزقش بالايه بالطريقه بتاعتنا، تمام. فقلنا التركيب والتكوين ان واحد فيهم اللي هو السيراميك عباره عن قشره، انما البورسلين لا، زي الجرانيت لا، هو كله قطاع واحد ماده واحده، تمام. بس اللي على السطح متعالج شويه، بتنعم ومتظبط وكده، فواخد طبقه ومدهون ماشي، وفي نوع منه بيبقى اسمه جليزد، وفي نوع منه انجليز اللي هو مزجج معمول له عمليه تسجيل تحت درجه حراره معينه وهكذا. فالتركيب والتكوين بيدي فرق في طريقه اللزق، زي ما قلنا عندنا ثلاث طرق لزق هنا موجودين عندنا في العالم العربي، وطريقتين منهم في مصر. فاحنا بنشتغل بقى بالايه بالطريقه الثانيه مع البورسلين، انما مع السيراميك اي طريقه فيهم تمشي، تمام. السعر طبعا البورسلين اغلى من السيراميك، فعشان كده لازم نهتم بطريقه اللزق بتاعته. الصنايعي مش كل الصنايعي بيلزق سيراميك ينفع يلزق بورسلين، هنا في مشكله ان دايما الصنايعيه بيعتبروا ان لزق السيراميك زي لزق البورسلين، ده بيعمل مشكله، تمام. فلازم اهتم بان انا اجيب صنايعي شاطر بيعرف يلزق بورسلين، عشان هو اللي يلزق البورسلين مش اي صنايعي والسلام. بس كانت دي معلومات بسيطه، واسف ان انا طولت عليكم، وشكرا جزيلا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله.